كاشفة بصفة العلم لذاته تعالى ومتضحة لها أزلا وأبدا بلا تأمل ولا استدلال اتضاح تام استدلال اتضاح تام فالواجبات كذاته تعالى وصفاته فيعلم سبحانه بعلمه ذاته وصفاته التي منها العلم والجائزات كذوات المخلوقات. فسر هنا الواجبات التي تحيط بها العلم قد كذات الله وصفاته. وصفاتها وأفعالها والمستحيلات كالشريك والولد والصاحبة فيعلم صاحبة هنا بمعنى زوجة. أنت من تقول صوصة في القرآن صاحبة صاحبة هي زوجة واش بدك طب ربما هي مش بعد معاصر صح؟ كلهم صاحبة صاحبة هي الزوجة زوج ولا ولد أفضل فيعلم أنه لا شريك له ولا ولد له ولا صاحبة له. الصفة الرابعة من صفات المعاني هي الحياة وهي صفة قديمة قائمة بذات الله تعالى تقتضي صحة اتصافه بالعلم وغيره من الصفات تقتضي صحة اتصافه بالعلم والقدرة والإرادة وغيرها من السمع والبصر وغيره. هذه الصفات تكون للأحياء الحي الميت لا يوصف بهذه الصفات. وحياته جل وعلا ليست كحياتنا لكون حياته ليست بسبب الروح وحياتنا بسببها وهي أي الحياة لا تتعلق بشيء أي لا تقتضي أمرا زائدا على القيام بمحلها بخلاف غيرها من الصفات المعاني فإنه يقتضي أمرا زائدا على القيام بمحلها فالقدرة تقتضي مقدورة قال الحياة عندها هي ما تقتضيش حاجة أخرى هي الحياة لتقوم هذه الأشياء بها بينما القدرة لها مقدور المقدور هو الفعل الموجود عندما تجد فعلا الفعل هو المقدور والإرادة لها أيضا عندما تريد تخصص شيء من بعض ممكن من بعض صفاته هناك شيء أرادته بينما الحياة لا القدرة تقتضي مقدورا يتأتى بها إيجاده وإعدامه والإرادة تقتضي مرادا يتأتى بها تخصيصه مش مراد سي مراد اللي معاه مراد والعلم يقتضي معلوما يتضح به والسمع يقتضي مسموعا يسمع به والبصر يقتضي مبصرا يبصر به مبصرا يبصر به والكلام يقتضي معنى يدل عليه والصفة الخامسة والسادسة من صفات المعاني هي السمع والبصر وهما صفتان قديمتان قائمتان بذاته تعالى تتعلقان بكل موجود على وجه الإحاطة به تعلقا زائدا على تعلق العلم هذا معناهما في حق الله عز وجل وأما معناهما في حق الحادث فالسمع قوة خلقها الله في الأذنين والبصر قوة خلقها الله في العينين ولتعلق سمع ولهذا السمع والبصر ليس كسمع المولى وجل فهو محدود مقصور على اشياء جزئيه نسبيه ولتعلق سمعه تعالى وبصره بكل موجود وصفهما المصنف بقوله المتعلقان بجميع الموجودات وبعض المتكلمين قال المتعلقان السمع المتعلق بالمسموعات والبصر متعلق بالمبصرات او التعبير بالموجودات هنا ثم شيء دقيق بينهما تعلق انكشاف واتضاح بمعنى ان جميع الموجودات منكشفه له تعالى بسمعه وبصره ومتضحه له ازلا ابدا اتضاحا تاما ويجب اعتقاد ان الانكشاف بالسمع غير الانكشاف بالبصر وأن الانكشاف بكل منهما غير الانكشاف بالعلم ولكل انكشاف منها حقيقة مفوضة إلى الضائقة هذه بقول ما الانكشاف بالسمع والانكشاف بالبصر حقيقتهم يصعب معرفتها وإنما هي مفوضة وإنما نثبت أن سمعه ليس كسمعنا وهو يتعلق بجميع الموجودات وأن بصره ليس كبصرنا وهو يتعلق بجميع البصرات ولكن لا نستطيع أن ندقق في هذا السمع لأن قد نفوض في معرفته بالتدقيق لله عز وجل ننفي أنه كسمعنا وبصرنا وكفى. وخرج بالموجودات الأمور الغير الوجودية
فلا يتعلق بها سمع الله وبصره، ودخل في الموجودات القديم والحادث، فيتعلق سمعه تعالى وبصره بكل منها، فيسمع سبحانه ويرى في الأزل ذاته العلية وجمع صفاته الوجودية جميع وجميع في صفاته الوجودية التي منها سمعه وبصره، ويسمع ويرى مع ذلك فيما لا يزال ذوات الكائنات كلها وجميع صفاتها الوجودية كيفما كان كل منهما. فسمعه تعالى وبصره ليس كسمعنا وبصرنا، لأن سمعنا إنما يتعلق عادة ببعض الموجودات وهو الأصوات بعض الموجودات بشروط المشاهدات كلها، تعالى بعض الموجودات تكون قريبة منا وتكون أمام البصر يكون أمامنا والسمع قريبة منا ويكون مش خفي عادة نقص معنا ظاهر النقص بسمعنا وبصرنا واضح التجربة وهو الأصوات بشرط عدم البعد جدا وعدم السر جدا. وبصرنا إنما يتعلق عادة ببعض الموجودات وهو الأجسام وألوانها وحركاتها وسكناتها بشرط أن يكون المرئي في جهة الأمام وأن لا يكون بعيدا جدا ولا قريبا جدا. والصفة السابعة من صفات المعاني هي الكلام، وهو صفة أنا كنت أكمل عليها الصفة هي صفة الكلام من يقرأ صفة الكلام عشان نقرأ صفة الكلام فضل. والصفة السابعة من صفات المعاني الكلام، وهو صفة قديمة قائمة بذاته تعالى ليست بحرف ولا صوت، منزهة عن السر والجهر والتقديم والتأخير والإعراب واللحن وسائر صفات كلام المخلوقات، دالة على جميع الأمور، وليست الكتب السماوية كالقرآن والتوراة والإنجيل من الكلام القديم لأنها ألفاظ مركبة من حروف وأصوات وهي حادثة. نعم مدلول تلك الألفاظ أي المعاني التي دلت عليها ألفاظ الكتب السماوية من مدلول الكلام القديم، مثلا إذا سمعنا قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، فهمنا منه النهي عن قربان الزنا، ولو أزيل عنا الحجاب وسمعنا الكلام القديم لفهمنا منه ذلك المعنى أيضا. هذا القرآن الألفاظ هي تدل على المعنى النفسي، تدل على الكلام القديم، هذا الكلام الذي ذكرناه أن هذه الألفاظ والأصوات هي حادثة، إنما تدل لو جاءت لفظة في الأمر أو النهي أو شيء من الأشياء هي دالة على المعنى القديم نفسه، لو أزيل عن الحجاب قال ولكنه لم يزل لفهمنا نفس المعنى. لماذا فهمنا؟ لأن هذه يدل على لأن هذه الألفاظ تدل على تلك المعاني. فألفاظ الكتب السماوية دالة على ما يدل عليه الكلام القديم، أي مشاركة له في مدلوله، لكن لا في كله بل في بعضه، إذ الكلام القديم داد على ما لا يتناهى مع الواجبات. طبعا القرآن والتوراة والإنجيل والزبور هي دلت على بعض كلام الله، لأن كلام الله واسع ولا يتناهى، وإنما هذه الكتب دلت على بعض من كلام الله عز وجل. وفي الآيات كثيرة ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لتنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. والآية أخرى أيضا، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعد سبحانها ما نفذت كلمة الله، دليل على أن كلمة الله واسعة لا يحدها القرآن والإنجيل ولا التوراة، إنما هذه الكتب التي هي كلام الله عبرت عن بعض المعاني وبعض الكلام. إذ الكلام القديم دال على ما لا يتناهى من الواجبات والجائزات والمستحيلات، وتلك الألفاظ ترجمة عن بعض مدلوله. ترجمة عن بعض مدلوله كما قال وضحه بعد كيف كما قال ترجم الكلام بعض الناس حتى الآن كما ترجم عندما يتكلم في الفرنسية أو الإنجليزية وغيرها هو ترجم ما